السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن مقابلات التي جمعت بين منتخب إيطاليا ومنتخب مقدونيا الشمالية. هذه المباراة فاز خلالها مقدونيا الشمالية بهدف لصفر في الدقائق الأخيرة، مما يعني أن إيطاليا خارج نهائيات كأس العالم بقطر 2022. صراحة هذه المباراة فعلت إيطاليا فعلت كل شيء إلا أنها لم تسجل أي هدف، وتمكنت مقدونيا الشمالية في الدقائق الأخيرة من تسجيل هدف خول لها حظوظ كبيرة في التأهل لكأس العالم. أما إيطاليا فهي خارج كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وهذا يعني هذا ليس جيدا. فمنتخب إيطاليا يعتبر جنة كرة القدم، وكيف لمنتخب كبير كإيطاليا لا يوجد في كأس العالم. لكن منتخب إيطاليا حاليا يحصد نتائجه المخيبة، وكون أن فريقه غير مكتمل وغير مستعد جيدا لمباريات كأس العالم. لنشاهد معا هدف الذي سجله منتخب مقدونيا في الدقائق الأخيرة من المباراة على منتخب إيطاليا. منتخب مقدونيا الشمالية برتغال الثلاثاء المقبل، كرة من هنالك صعبة لمنتخب مقدونيا، محاولة تسديد، غول! إيطاليا أوت، إيطاليا برا، إيطاليا خارجة، مقدونيا تصنع المعجزة. يا سلام، يا له من جول في الدقيقة 93، جول ولا أروع، من أول كرة، من أول تسديدة، من أول صاروخ. مانشيني ضاع كل شيء، منتخب مقدونيا يفعلها، وهو الحكم يصفر، وهي الفرحة هنا وهنالك، وهو الدموع التي ستشاهدونها. إيطاليا ستغيب عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، هذه المرة لا يمكننا أن نقول بأن كأس العالم هي التي ستحرم من إيطاليا، لأن هذه المرة إيطاليا هي التي ستحرم من كأس العالم.